مساء الخير احبائي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا لا فيديو تاعي اليوم. انا نرحب بكم على قناتي، قناه ريسيكلاغ هاند ميد دي اي واي. ونقول لك اذا كانت هذه اول مره تفضل القناه، شارك في القناه وفعل خاصيه الجرس، لانه عندنا افكار ابداعيه وحصريه في الديكور والاشغال اليدويه والتدوير الفني. إذا نزولا عند رغبة الأخوات، كنت طلبتوا مني طرق أخرى إبداعية لتزيين أصيص النبات بلانترز تاعنا، أصيص الزرع. إذا جبت لكم اليوم ثلاث طرق بسيطة جدا وبخامات جد بسيطة ومسترجعة. إذا هاملك النباتات تاعي، عندي ثلاث نباتات. إذا نحتاج اليوم لهاد الألواح الخشبية، يعني اللي تجينا من الصين، يديروا فيها يعني رسومات إلى آخره. حنسترجعها خيط الخيش، حنسحق لقالي اليوم الأحجار، حجر تاع البحر، نسحق بعض التزيينات، يعني دي غالون، ازهار، اي شيء يعني تحبوا تزينوا به. شوفوا، قلت لكم هذه تجي من لاشين تاع الصين، ما باليش تعرفوهم ولا ماكو شايفينهم. جبتهم يعني طاتهم لي وحده في الحقيقه، امل نشكرها يعني باش نسترجعهم. اذا جا وقتهم اليوم راح نوظفهم. اذا شوفوا، مخدومين بالخيط هادو، هما لي باغيت تاعنا، هذوك الاعواد الخشبيه، ونربطوهم بالخيط. اذا انا تعمدت هنا ما نقطعش، لانه لو كان نقطع راح ينفتح كامل الاعواد الخشبيه تنفتح. عادي كان يلصق فيها عادي، يعني قست الطول بالتقريب وقطعت بين الالواح، ما قطعتش في وسط الخيط يعني بشكل طولي. الان انا نلصق عادي، يعني عمليه بسيطه تعودتوا عليها بالسيليكون وتمشيو يعني الكامل المحيط تاعكم. ولا لاحظتوا الخامات اللي حنستعملها اليوم هي خامات طبيعيه، ما حبيش نستعمل خامات يعني بلاستيكيه او. وحتى الاسيس تاعي لكم تلاحظوا هي عباره عن علب، سي دي بواط دو كونسيرف اون ميتال، يعني نحطوا فيهم طماطم والمربى وهكذاك، باش دائما نقول لكم باش نحربوا يعني كثره الشراء وما نخوش نشريو هذيك الاسيسات تاع البلاستيك، اللي يعني مع الوقت كي نحطوها في الشمس لاحظتوا يبدا البلاستيك هذا كيبس ويتكسر، ونعاودوا نشرو اخرى. صدقوني يعني هذه تاع العلب هذه حديديه يعني جد صلبه، وخاصه اذا استحميتوها يعني بديكور طبيعي بهذا الشكل. اذا كملت يعني دورت كامل. هنا نقدر نقطع لانه ثبتته بالسيليكون، ما نخافش. شوفوا كي حليت، شفتوا فوالا، سي بوغ سا ما حبيتش نقطعو يعني في البدايه وندورو مباشره. اذا الان تقدروا تعدلوا الحواف، راح نعدل الحواف السفليه ونعدل الحواف الاعلى يعني لما كانتش في نفس المستوى. هنا بالنسبه للديكور، شوفوا ديروا واش حبيتوا، تحبوا تخليوها هكا سامبل يعني بسيطه شابه. انا راح ندور عليها برك هاد لاكورد، الحبل تاع الخيش. كنتو سقسيتوني بزاف على الخيش وخيط الخيش، ان شاء الله يعني نوعدكم ان شاء الله راح ندير لكم فيديو على وين نشري الخيش، وين نجيبو. انا ما نشريش يعني، نجيبو بثمن جد بسيط. وخيط الخيش نا خيط الخيش يباع في محلات الديكورات، راح نعطيكم افكار وعلى الاماكن وين تلقاو وين تقدروا تلقاوه بسهوله. بون بالنسبه يعني الاخوات اللي متواجدين في الجزائر، يعني الاخريات يشوفوا كما قلنا في محل ديكورات. فوالا، اذا كانت هذه اول طريقه، شفتوا يعني بسيطه. الطريقه الثانيه، دائما عندي علبه تاع ذره استرجعتها وغرست فيها هاد النباتات اللي ندلها عمليه اكتار، كنا شفنا فيديو هكذايا. اذا تجيبوا بنفس المبدا كذلك، تجيبوا الاحجار تاعكم كبيره صغيره متوسطه الوان مختلفه، هذاك هو اللي راح يدير الجمال، يعني كيكون ما كاش هذاك التجانس والتناسق في البوت تاعكم في هاد العلبه. اذا راح تحطوا سيليكون، وحاولوا هنا فقط باش ما يخرج لكمش السيليكون، دونك ما تكثروش كميه كبيره باش ما يخرج لكمش في الحواف. تحبوا تزينوا هنايا في نفس الوقت بهذوك الاحجار تاع الكريستال اللي وريتها لكم، يعني ديروا حجر طبيعي وحجر كريستال. تحبوا تحطوا بعض الاحجار يعني باش تمد اللمعه كيما تحبوا، تحبوا تلصقوا وتزينوا غير بهذيك الاحجار تاع الكريستال. انا ما حبيتش لانه هذيك الاحجار تاع الكريستال نشريوها، الاحجار نو ما نشريوهاش، يعني نجمعوها كما قلت لكم.
كي نروحوا للبحر. اذا كانت هذه اليوم راح نمد لكم 3 طرق، كاين عده طرق يعني نحاول في كل مره باش ما تكونش الفيديو طويله، نمد لكم بعض الافكار البسيطه جدا اللي تقدروا تزينوا بها الاساسات تاعكم في المنزل وحدكم بيان سور. فوالا، اذا نشوفوا النتيجه كيفاش تخرج، يعني خرجت حاجه شابه بزاف طبيعيه. اذا كانت هذه الفكره الثانيه اللي زيناها بالاحجار. الفكره الثالثه، شوفوا هذه الميراميه ولا السلميه كما يعيطوا لها خوتنا المغاربه اللي نحييهم بزاف، يعني دائما يخلوا لي واحد لي كومونتير يشجعوني بزاف، نشكركم. السلميه مهمه جدا للمراه، يعني تيزانه نشربوها. شوفوا الفكره الثالثه، يعني فكره بسيطه، راح نديروا ان بورت بو، يعني احنا ما نديروا والو، هادو راهم ينباعوا يعني وباثمان، ولا يعني اثمان بسيطه ماشي غاليه. وشوفوا شحال تمت، سي دي كوربي، سي دي رونجمون، نديروا فيهم ادوات التجميل تاعنا، ولا نديروا فيهم لي ستيلو، ولا انا اليوم فضلت ان نوظفوا في النبته ديالي، يعني راح المملكه كان قدام لكم. انا كان عندي واحد ديجا قدام واسترجعته، كي قدام تقدروا تسترجعوه وديروا كيما تقدروا تغرسوا فيه مباشره، يعني ما يكونش حامل، يكون هو الاسيس، لانه شيء طبيعي يعني وما يخسرش من الماء لانكم حاطينه في الشمس، دونك يعاود ينشف. دونك ننصحكم باش هاد الاشياء الطبيعيه دائما نقول لكم تجيب لنا الطاقه الايجابيه للمنزل. اذا زينوه اللي حبيتوا تزينوه بدي غالون بورود بومبون واش يكون عندكم توفر في المنزل. انا دائما تعرفوني نحب دائما الاشياء البسيطه سامبل، دونك حنخليه سامبل. تقدروا ديروا ام تي بيجو، الا كان عندكم ام بيجو ما تسحقوش، يعني اكسسوارات ما تسحقوهاش، تلصقوها ولا تثبتوها يعني في البوت تاعكم. اذا كانت هذه احبائي افكار من يومياتي، يوميات غوسيكلا هاند ميد، تقاسمتها معكم احبائي نزولا عند طلباتكم. وكاين افكار اخرى ان شاء الله راح تكون في فيديوهات مقبله. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا على الاقل من هاد الفيديوهات. نتوما تاني تزينوا لي بو تاعكم، وتخليوا لي دائما تحت لي كومونتير، ونقول لكم اذا عجبتكم لايكيوها، ونتلاقاو ان شاء الله في ورشات وابداعات اخرى. تبقاو على خير وتهلاو في وحدكم، مع السلامه.